بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس راح نحكي عن حاجة اسمها الكوزميك سوبر كلاس. ايش يعني الكوزميك سوبر كلاس او البيج بوس؟ بلغتنا بنسميه البيج بوس او الجد الاعظم. هذا قال لك انه اي كلاس موجود عندك، ولنفترض انه عندك كلاس اسمه ايه، هذا الكلاس فعليا في وارث من اي كلاس تاني؟ لا يا عم، مش وارث من حدا. طيب لو جيت عملت منه اوبجكت A بيساوي نيو A، وجيت عملت A دوت، هتلاقي في ميثودز موجودة. طب يا عم من وين اجت هذه الميثود؟ انا ما عرفتها في كلاس الاب، وما عملتش كلاس اب ولا في نفس الكلاس موجودة. حكالك باي ديفولت اي كلاس جافا انت مش عامل اكستنس مباشر له، هو دي باي ديفولت عامل اكستنس لاوبجكت كلاس. ممتاز، يعني هذا باي ديفولت شئت ام ابيت عامل وراثة من كلاس اسمه اوبجكت، وكلاس الاوبجكت فيه الميثودز اللي انت حضرتك شايفها ومستغرب منها. اذا هاي الميثود هي ميثودز موجودة في كلاس الاوبجكت اللي هي كلاس الاب. طيب ليش هو حاطط لي اياها وخلاها باي ديفولت موجودة؟ حكالك لانه انت ممكن تستخدمها بدل ما تعمل كلاس لحالك اب وتعمل ميثودز مشتركة. هاي ميثود ممكن تساعدك زي المبادئ اللي انت تعلمتها قبل في الاوفررايد والابستراكت كلاس الى اخره. هاي مبادئ انت ممكن ايش تسوي فيها، او هاي ميثودز ممكن انت ايش تسوي فيها، تاخدها وتعملها اوفررايد زي ما بدك. كيف يعني؟ هل قد بدي اورجيك شغلة. لما انت زمان كنت تعمل سيستم اوت برنت لين ايه مثلا مثلا مثلا، وكنت تشغل البرنامج، شو كان يطلع لك؟ كان يطلع لك حاجة غريبة هيك. ايش هي؟ لو جيت تشغل مرة تانية بانك اكاونت دوت كذا كذا كذا، اسم الباكج دوت اسم الكلاس ات الهاش كود. كنا نسميه هذا الهاش كود. ليش كنا نسميه الهاش كود؟ لانه هو ريفرنس للاوبجكت، ما كناش نفهم منه اشي اصلا، صح ولا لا؟ حكالك انه انت هذه كبسولة برضو، اي اوبجكت في الدنيا في الجافا بتطبعه انت بشكل مباشر، يعني بتطبع المؤشر تبعه، انت فعليا كأنك بتستدعي ميثود اسمها toString موجودة بداخله. مرة تانية، اي اوبجكت انت بتطبعه بشكل مباشر كأنك بالضبط بتستدعي الميثود اللي اسمها toString اللي موجودة بداخله. يعني لو بدك تستدعي toString اللي اسمها toString موجودة بداخله ما تكتبهاش، خلاص ايه اطبع مؤشر الاوبجكت فيطبع لحاله. يعني لو انا عندي بنك اكاونت زي قبل شوية مثلا، checking account زي هيك، account بيساوي new checking account، تمام، وجيت طبعت system out println account، هيطبع لي مين؟ هيطبع لي الريفرنس تبعه او الهاش كود تبعه. جميل جدا. طيب شو بستفيد من الكلام هذا؟ حكالك بما انه هو موجود في البيرنت كلاس، يعني البنك اكاونت مش عامل وراثة لحدا، صح؟ هيورث الاوبجكت وهياخد خصائصه وميثوداته، وبرضه هيورثهم لمين؟ للتشيكينج اكاونت، لانه التشيكينج اكاونت ورث من البنك، والخصائص اللي بياخدها من البنك هي خصائص وخصائص اللي خلفوه زي ما اتفقنا، تمام. قال لك بامكانك جوه التشيكينج اكاونت تعمل الاوفر رايد للميثود اللي اسمها تو سترينج. ايوه، شفنا وين الفكره؟ فانت هيك عملت اوفر رايد لميثود موجوده. حكالك الميثود اللي اسمها تو سترينج هاي لما انت تعمل لها اوفر رايد بامكانك تغير محتواها. هو باي ديفولت بيطبع لك الهاش كود اللي موجود فيها الريفرنس، لانه انت مش عامل امبلمنتيشن لها، فهو حامي نفسه وحاطط اشي ينطبع. لكن والله حابب انت تطبع مثلا، مثلا على سبيل المثال حابب تطبع هنا عدد، حابب تطبع البالانس، بتقول له ريتيرن، او بتقول له مثلا كلمه البالانس تبع هذا الاوبجكت، او لو له اسم او لو له حاجه بتقول له ريتيرن جيت بالانس. فانت رجعت نص الميثود هاي بترجع سترينج عشان تاخده وتطبعه. الميثود هاي بترجع سترينج، بالمناسبه في الاوفررايد ممنوع انت تغير على الهيكليه تاعت الميثود، ممكن تغير على الموديفاير بس تعممه، يعني بابليك بينفعش تخليه مثلا برايفت، لكن لو كان بروتكتد بينفع تخليه بابليك، ممكن تغير عليه، ولكن بشكل عام انت المفروض تاخدها من ابوها زي ما هي. كونك عملت هنا اوفررايد فانت حكيت له انه الميثود التو سترينج انا ما بدي، كانك بالضبط هيك حكيت له، انا كابن اسمي تشيكينج اكاونت بديش الميثود اللي عندك يا اب، بدي اعمل اغير محتواها، وبدي فيرجن جديده منها تطبع الكلام هذا، بديش تطبع الهاش كود اللي انا مش فاهم منه حاجه. فاي حدا هيجي يعمل اوبجكت ويجي يشغل هيطبع الكلام اللي انت عملت له اوفر رايد. ليش؟ لانه زي ما حكينا في الفيديو اللي قبل السابق،
انه الدايناميك ميثود لوك اب بتروح بتبحث عند الابن، هتبحث عند التشيكينج اكاونت هتلاقي اوفر ذا تو سترينج، فخلاص مش هتغلب حالها وتدور تاني، فراح تطبع اللي موجود عنده. اذا ميزه التو سترينج انه انت بتقدر تعمل لها اوفر رايد وتحط فيها المحتوى اللي بدك اياه. يعني بكل بساطه انت ممكن تستخدمها كميثود برنت او كميثود ترجع لك الداتا تبعت اي اوبجكت. يعني انت ممكن برضه تستخدمها في السيفنج اكاونت ترجع بيانات الاوبجكت. مثلا انا ممكن في التشيكينج اكاونت عندي عدد الترانزاكشنز، ممكن اقول له البالانس كذا زائد مثلا عدد الترانزاكشنز اللي صارت على حسابك هي عبارة عن الترانزاكشن كاونت مثلا على سبيل المثال، تمام. وممكن اخذها كمان على السيفنج اكاونت اعملها برضو اوفر رايد واجي احكي له انت ما فيش في عنده بالانس صحيح، فيش ترانزاكشن كاونت، في مثلا انترست ريت، واحكي له الانترست ريت تبعتك هي عبارة عن الانترست ريت هيد بس. يعني بس عشان انت ترجع داتا معينه للاوبجكت لو حابب، مش حابب ما تستخدمهاش مش مشكله. فبكل بساطه لو عندك اوبجكت تشيكينج اكاونت، تمام، او اقول لك بدي ارجع لك الكود تبع المصفوفه اللي قبل شويه في المثال السابق. معلش انا بشتغل لك على نفس المثال بشكل تراكمي عشان انت برضو تفهم انه في فايده فعليه للاشياء هذه، تمام، انه انا كلهم بربطهم قاعد في مثال واحد. لاحظ هي المصفوفة اللي كانت موجودة عندنا، لو أنا بكل بساطة عملت فور لوب بسيطة اللي هي enhanced for وقلت له لكل بنك أكاونت موجود في الليستة اللي موجودة عندك في الأكاونتس روح لف عليها واعمل لي سيستم اوت برنت لين يطبع لي الاكونت نفسه، شو راح يطبع لك؟ اكيد ما دام طبعت المؤشر نفسه راح يستدعي مين؟ راح يستدعي الميثود التو سترينج اللي موجوده بداخل الاكتشوال اوبجكت، فراح يطبع لك بياناته الحقيقيه. شفت كيف؟ فهيك انت ممكن تستخدم التو سترينج. شوف الميثود الثانيه، في كتير ميثودز، في عندك يا عزيزي ميثود ثانيه اسمها ايكوالز، حلوه جدا. الايكوالز هذه بتقارن اوبجكت مع اوبجكت. كيف يعني؟ بدي اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. لو انا عندي اوبجكت على سبيل المثال زي كده، انسى الكلام هذا، هي تشيكينج اكاونت اسمه سي 1 صح، ونفسه بالضبط في عندي تشيكينج اكاونت بس اسمه سي 2، الاثنين 1000 والاثنين تشيكينج اكاونت. اذا كان سي 1 بيساوي سي 2، يا هل ترى هيطبع لي ترو ولا إلس راح يطبع لي فولس؟ يلا جاوب قبل ما أطبع وأشغل البرنامج. أنا بتوقع يطبع فولس. لماذا؟ لأنه فعليا لما أنت بتقارن سي 1 بيساوي سي 2 هو بيشوف هل الأوبجكت أو هل المؤشر هذا بيأشر على نفس الأوبجكت ولا لا، ففي الحالة هاي هو بيقارن ريفرنس مع ريفرنس أو مؤشر مع مؤشر، لكن فعليا هذا المؤشر ما بيساوي هذا المؤشر. متى بيكون هذا المؤشر بيساوي هذا المؤشر؟ لما يكون التو اوبجكتس بيأشروا على نفس، أو التو ريفرنسز بيأشروا على نفس الأوبجكت. لكن مدام التو ريفرنسز كل واحد بيأشر على أوبجكت مختلف، بالتالي مش نفس الاشي فهيطبع فولس، ففي الحالة هذه هيطبع لك فولس. طيب انا كيف بدي افحص انه التو اوبجكتس متساويين؟ يعني انا بدي افحص اذا الاكاونت هذا فعليا في نفس قيمة البالانس تاع الاكاونت هذا هيكونوا متساويين، صح؟ صح. طب ايش رايك تيجي جوا التشيكينج اكاونت وتعمل اوفررايد للميثود اللي اسمها ايكوالز؟ وايش استفدت بالله؟ قال لك بتقدر في الميثود اللي اسمها ايكوالز تبعت الاوبجكت تبعك. شو الاوبجكت تبعك؟ على سبيل المثال الاوبجكت تبعك هو بنك اكاونت، صح؟ بس انا ما بقدرش اكتب بنك اكاونت هنا لانه الميثود بقدرش اغير في هيكليتها لانه جايه من عند الاب. ممتاز. شو بس بقدر اعمل جواها؟ بقدر احكي له تعال والله افحص لي اذا كان الاوبجكت اللي جاني هذا، طبعا الاوبجكت هذا بقدر احوله لبنك اكاونت لاني انا متاكد انه اللي هيجيني بنك اكاونت، واذا مش متاكد بزياده افايه يا سيدي قل لي اذا الاوبجكت هذا اللي وصلني عن طريق الميثود اللي بده يستدعيها لسه هيبعته انا مش عارف، بس اذا الاوبجكت اللي وصل كان انستانس اوف من بنك اكاونت روح اعمل له كاستنج لبنك اكاونت. كيف بدي اعمل له كاستنج لبنك اكاونت؟ صعبه صح؟ شفت مسهلها؟
بقول له زي قبل شوية، بيساوي الأوبجكت وبعمل له كاستنج زي كده، صار بانك أكاونت. ممتاز. في الحالة هاي بدي أقول له والله إذا كان الأوبجكت إنستانس من البنك أكاونت، روح افحص إذا كان الجيت بالانس اللي في الأوبجكت الحالي اللي أنت موجود فيه بيساوي البالانس تبع الأكاونت هذا اللي إجاني عن طريق المدخل، روح في الحالة هذه رجع لي ترو. طيب لو ما بيسويش، خلاص يقبه يطلع يرجع لي إيش؟ فولس. في الحالة هاي انت عملت override للميثود اللي اسمها equals. ايوة، ركز كويس معايا في الرسم عشان اوضح لك اياها بشكل اكبر. الان انا كتبت الميثود هاي جوا الاوبجكت تبع checking account، صح؟ checking account المفروض عنده بيانات، ومن ضمن البيانات اللي جايبها من عند ابو اللي هي get balance، صحيح؟ صحيح. لما انت عملت override للميثود اللي اسمها equals، انت بعتت اوبجكت عن طريق المدخل من برا، لسه هذا بده يبعته من برا، قارنت الاوبجكت اللي جاك هنا مع الجيت بالانس اللي موجوده هنا. فلما بحكي له انا تو الجيت بالانس هاي، معناته قصدي الجيت بالانس اللي في الاوبجكت اللي انا موجود فيه، كاني بحكي له ذس دوت جيت بالانس، هل بتساوي الجيت بالانس اللي جتني من الاوبجكت هذا؟ اذا تمام رجع ترو، مش تمام رجع فولس. كيف بستفيد منها؟ بإمكانك بكل بساطة في المين ميثود تيجي بدل هيك تحكي له والله إذا c1.equals c2، هياخد c2 بما إنها object فهيستقبل أي حاجة، لأنه الأب الأساسي إلهم كلهم object، فهيستقبل checking account، هياخدها جوا، هيغير، هيفحص محتواها إذا بنفع تكون bank account. والله بنفع تكون bank account لأنه هو checking account. فشو رح يروح يعمل؟ يا عين عليك، هيروح يعملها casting، بعدين يفحص البالانس مع البالانس. في الحالة هذه رح يرجع لي true. ليش؟ لأنه فحصك لل equals قارن محتوى بمحتوى. إذا برضو هاي مثل ثانية من الأوبجكت كلاس، أنت بإمكانك أنك أنت تستخدمها عشان تفحص المساواة الحقيقية للأوبجكتس. بعيد وبكرر، لما أنت تساوي مؤشر مع مؤشر، أنت فعليا إيش بتعمل؟ أنت بتعمل جريمة. أنت كأنك بتقول له الأوبجكت الأول مؤشر اسمه C1 والأوبجكت الثاني C2، هل منطقيا هذا المؤشر بيأشر على المؤشرين بيأشر على نفس الأوبجكت؟ لا. لو بيأشر على نفس الأوبجكت بيقول لك ترو 100%. فهي فائدة الميثود اللي اسمها equals. طبعا هذول كانوا مثالين على الميثودز اللي موجودة في الكوزميك كلاس أو في الكلاس العام اللي هو الأوبجكت اللي أنا باي ديفولت بيكون إله وراثة وبيكون إلي في أي كلاس بعمله أكسس على الميثودز اللي موجودة فيه، وكيف أنا قدرت إني أعمل override إلها عند الأبناء. الميثودز باختصار ميثود التوسترينج وميثود الإيكوالز. طبعا في ميثود اسمها كلون، هاي الميثود بنحكي عنها بعدين لأنه ممكن في بعض الأحيان تعمل حاجة اسمها إكسبشن، بس نشرح الإكسبشنز بنتطرق إلها إن شاء الله. تمام.